سلام. العلوم، علوم الطاقة كلها شيء جميل وشيء رائع، وبالعكس بيفتح آفاق في الذهن وفي النفس إذا كانت مقترنة بعبادة الله وحده سبحانه وتعالى، مش أي شيء تاني. المشكلة في العلوم هذه إنه الواحد إذا ما كان عنده وعي، إذا ما هو فاهم، ممكن تدخله في الشرك. يعني شخص يجي يقول انه انا بتعالج بالكريستالات، او انا لازم البس الخاتم هذا لانه بيحفظني وبيشيل مني كل الطاقات السلبية اللي في جسمي واللي حولي، هذا اشراك بالله. والله قال انه ممكن يغفر اي شيء الا الاشراك به سبحانه. فانتبهوا من العلوم هذه. اذا ما انا دراستي او الدكتوراه حقتي كانت، البحث حقي كان في إقران كل العلوم هذه بالله سبحانه وتعالى. فبالعكس بتزود اليقين وبتعمق الدين، والواحد كل شوية يقول سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله العظيم. من المعجزات اللي الواحد بيشوفها من حكاية الذبذبات هذه اللي في الجو، قد إيش بتأثر على الشخص وعلى حياته وعلى صحته وعلى نفسيته. لكن إذا ما كان الواحد عنده اعتقاد إنه الله هو اللي بيشفيني، والله الواحد الأحد هو اللي خلق الأشياء هذه كلها، وأنا بعبد ربي سبحانه وتعالى، وبعدين في عندي السبب، لكن هو في الواقع الله اللي بيشفيني مش السبب. ممكن الواحد يشفى على أبسط الأسباب وبأبسط الأشياء. أنا عبادتي متجهة لرب العالمين في مسألة إنه الواحد يتعالج أو إنه الواحد يفهم العلوم هذه. إذا الواحد ما فهم الجزئية هذه، الأمور كلها تخرب. وللأسف ممكن الواحد يحس إنه ساعتها مرتاح شوية وأموره صارت طيبة، لكن لما الواحد يشرك في مسألة إنه الكريستالة هذه اللي بتشفيني، ولا السبحة، ولا اللي هو حتى لما الواحد بيسوي يوغا يحط قدامه تمثال بوذا، هذا كله إشراك بالله. يا جماعة انتبهوا، حتقلب بعد كده، بعد مدة. صحيح الواحد يمكن في ساعتها بيرتاح، بس بعد مدة حتقلب بشكل في منتهى البشاعة. حتضرب أحاسيسه، حتضرب نفسيته، صحته، حياته كلها حتخرب، وحيصير حتى تفكيره ضبابي وحيتلخبط تماما. غير لما الواحد بالعكس حاجات زي كده، علوم الله خلقها، بتزود اليقين عندي وبتفهمني أمور أكتر وأكتر عن الحياة، وإنه بإذن الله حيصير فيه شفاء.